أفتكر إن البحر مفتقدني. كلنا عايزين نروح أجازة صيف حلوة، ونفضل إنها تكون على الشاطئ. يا ترى أصحابي رأيهم إيه في الموضوع ده؟ عندهم شغل كتير جداً، دي حاجة مؤسفة. عندكم خطة تانية؟ طيب، بتحصل. واضح إنهم فعلاً مش مهتمين بالشاطئ. كل اللي هقدر أعمله إن أنا هستمتع بصوري من السنة اللي فاتت، دي كانت ما تتنسيش. واضح إن كل اللي هتلاقيه ماري من الصيف ده هو خلفيات على شاشتها. أهو، إيه ممكن يكون أحسن من الرحلة على الشاطئ؟ الأمواج والشمس. خلي أحلامك تكون حقيقية. هو أنا سامع الأمواج؟ أنا فين؟ جنب الشاطئ؟ واو، هو ده حلم؟ وهنا بتوصل صحباتي. أنتوا بتعملوا إيه هنا؟ ماري، أنت مش شايفة؟ حمام شمس، تعالي معانا. دي معجزة، ده اللي أنا عايزاه بالظبط. البنات بياخدوا حمام شمس. بولي بتستمتع بشمس الصيف الدافية هي كمان. لكن قبل ما تعملي تان لازم تهتمي ببشرتك. ده وقت استخدام جوز الهند. بشكل محدد أكتر، زيت جوز الهند. زيت جوز الهند ليه مميزات مفيدة كتيرة جداً. ولو جبتوا إزازة بقطرة فاضية، املوها بزيت جوز الهند. وضيفوا شوية صبغة باللؤلؤ. وهزوها كويس. هتكونوا عملتوا مستحضر تجميل مدهش، لازم يكون معاكم على الشاطئ. ضيفوه على بشرتكم وكملوا استمتاع بالشمس. صبغة اللؤلؤ هتعمل لمعة جميلة لبشرتكم. طيب دلوقتي انتوا عارفين سر التاني المثالي البولي. زي جوز الهند، ده سهل جدا. وابتكار حياة هايل تاني هيساعد في ترطيب الجلد بعد الشمس. ماسك الخيار، ومش على عينيكم بس، لكن على جسمكم كله. الخيار هيرطب وينعم بشرتكم لو عندكم حروق شمس. أوه، في كمية كفاية لسلطة كاملة، لكن ده إحساس حلو قوي. أوه، فساتين قصيرة. النسيم الرقيق بيرفع الطرف لفوق. لازم تخلي عينيكي على الموقف ده طول الوقت. أنا زهقت جدا من فستاني اللي بيترفع. يلا نستخدم ابتكار حياة. هنحتاج كوين ولزق جروح. هنضيف الكوين على الفستان من جوه بالشكل ده. لو ضروري ممكن تعملوها في أماكن مختلفة. خلصنا. ممكن تتمشوا في الهواء الطلق من غير أي قلق. فيو، إيه اليوم الحر ده؟ في الجو ده؟ تقضية الوقت في المية حاجة كويسة. أتمنى أكون في وسط المية على مرتبة هوائية دلوقتي حالاً. ليه لأ؟ هننفخ شوية بالونات. أكتر، بالونات أكتر. اتفضلوا، كده كفاية. هنوصلهم في بعض. وفوقيهم هنغطيها بنايلون تغليف بلاستيك. مرتبة مية ملونة بقت جاهزة. يلا بينا نغزو المية. انضمولي، في مساحة تكفي الاتنين. ده هايل، عمل تان فوق المية هو الأحسن. طبعا القعاد عند المية بس وانتوا بتمرجحوا رجليكم حاجة كويسة جدا. لكن بولي وماري عندهم فكرة أحسن. فوتو شوت بالفراولة. سالي هتحب إنها تنضم لهم أكيد. بوز يا بيبي. والفراولة هتدي للصورة سحر فواكه مميز. الصورة بتفتح النفس جدا. التمشية على الشاطئ بتكون هايلة. يلا بينا نروح نعوم يا بولي. خليني بس ألبس مايو سباحة. أو لا، أفتكر إن أنا سبته في البيت. إنكم تكونوا على الشاطئ في الحر ده من غير ما يسبح حاجة تزعل جدا. لكن للحالة دي برضو إحنا عارفين ابتكار حياة. لحظة واحدة، خليكم أذكياء، فكروا برا الصندوق. أجروا بدلة غوص وعوموا بيها. ليه لا؟ ها
هتكون حلوة زي ما يو السباحة العادي بالظبط. لما بتخرجوا برا البيت لمدة طويلة دايماً بيجيبوا سناك. الموز واحد من أحسن الحلول، بيشبع وصحي، لكن دلوقتي أو بعدين هيفضل فيه قشر موز في إيديكم وما فيش سالة مهملات حواليكم. ما تقلقوش، سالي بتشيل أكياس في شنطة ظهرها. دي بتطير لفوق، دي مسلية جداً. واضح إن الكيس ده هيغير وظيفته النهاردة. لو حطيتوا شوية أكياس مع بعض ولبستوهم على وسطكم ممكن تكونوا مصارعين سومو. مين كان يفكر في ده؟ إن أكياس المهملات العادية ممكن تكون ممتعة بالشكل ده؟ واضح إن في حد بيلعب بقواعد غلط. ومخالي بولي الحادة فازت في البطولة. أكياسها استحملت المعركة، لكن بأمانة مين مهتم مين اللي هيفوز؟ أهم حاجة إننا فعلاً قضينا وقت حلو. الراحة على الشاطئ حلوة جداً، بترتاحوا وبتنسوا الاحتياطات الأساسية. إنكم تسيبوا الموبايل بالشكل ده فكرة وحشة، لكن البنات دول مهملين جداً وهما بيلعبوا في البحر. حرامي أخد الأجهزة. دلوقتي سالي عايزة تراجع رسايلها، لكن صديقها المخلص اختفى من غير أي أثر. دي كارثة، وشكله كده إنه مش الوحيد اللي ضاع. علشان تتأكدوا من إن ده مش هيحصل، جربوا ابتكار الحياة البسيط. لازم تخبوا الأجهزة في مكان مش متوقع، مكان مش ممكن أبداً الحرامي هيفكر فيه، زي في دايبر. ده مكان مثالي للإخفاء. أهم حاجة إنه ما يكونش فيه حد شايفكم. ده مجرد دايبر. ودي فكرة تانية، أنبوبة من برينكلز هتأدي شغل هايل كخزن لحاجاتكم الغالية. دلوقتي بقت في أمان، ممكن تعوموا من غير ما تقلقوا من أي حاجة. أحياناً بتكونوا عايزين تقعدوا في الظل، ليه ما تبنوش خيمة؟ هتحتاجوا أنابيب بلاستيك مرنة وقطع من حديد مسلح وبطانية. يلا نختار مكان، هنغرز الأوتاد في الرملة ونضيف الأنابيب في قواعد الحديد المسلح بالشكل ده. ده هيعمل قوسين ونفرد القماش فوقيهم. دلوقتي يلا نستخدم شوية ربطات بلاستيك ومقص ونثبت الخيمة على الفريم. هنقص أطراف الربطات. دلوقتي ممكن تفرشوا بطانية ناعمة تحت الغطا واستمتعوا بالظل والراحة. ما تقلقوش من الحرارة الزيادة أو من حروق الشمس. هايل! اللعب في البحر حاجة هايلة، وبعد السباحة بيكون لطيف لو شربتوا حاجة باردة. أنا معايا شوية سودا. دي سخنة جداً طبعاً لأنها فضلت وقت كتير جداً في الشمس، لكن بولي عارفة إزاي تعمل تلاجة على الشاطئ. هنحفر حفرة في الرملة، كل ما تكون أعمق تكون أحسن. ودلوقتي يلا نجيب شوية مية بحر في علبة، أكيد هتكون أبرد من الرملة. ونحط علبة المية في الرملة ونحط الأزايز فيها ونقفل غطا العلبة ونغطي الحفرة بالرملة وعلموا على الرملة بالجاروف، ده هيساعدكم تلاقوها. شرب كوكا زي دي إحساس حلو، درجة حرارة مثالية. طيب ادي مشروبنا. بالمناسبة حلو كمان ان انتوا تاخدوا حمام شمس على النجيلة في البيت. الشمس هي الشمس في كل مكان. صاحبتي عدت عليا، ده هايل، وايديها مش فاضية. جابت معاها ستنسل عملتان في الشمس فانسترلي. ده ستيكر هايل، ممكن تلزقيها على دراعك بالشكل ده. ودلوقتي خليكي واثقة في الشمس وشيلي الستنسل الاستوائي وفوالا. بصوا قد ايه جميل فن الجسم ده، مش عادي خالص. اصحي، هو ده كان مجرد حلم فعلا؟ الورق على دراعي، يبقى ده ما كانش حلم. ايه الاجازه الهايله دي؟ ابتكارات الحياه دي مفيده جدا، صح؟ ايه اكتر واحد حبيتوه اكتر؟ عرفونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش اي افكار جديده لاكتر صيف مشرق على تروم تروم سيلكت.